اول على طول لعامر ذيب. بأي كره خطيره هذه الكره، خطيره ترتد مره ثانيه، تعود باستماته، دفاع قوي، دفاع المنشيه. يا سلام على يعني لاعب يلفت الانظار في هذا الشوط من خلال ادائه الجيد كلاعب خط وسط، وركله حره مباشره لمصلحته. المسك والدفع، لكن هناك الحكم يشير لركض ميري. حمد دميري بهي كرة عرضية تبعد مرة ثانية، تعود وبتعيدها الدفاع. أشرف المساعيد رقم 11، شاهدوا بالعرض البطيء، كرة خطيرة كانت لفريق الوحدة ومالك البرغوثي.